مشوارنا سهلا. نجمع الأطباء في سبيل أنه يصير في عنا اطلاع علمي على آخر الإنجازات اللي ممكن تكون بالعالم موجودة، واللي على الصعيد الداخلي بالإمكانيات المتاحة هون بشمال وشرق سوريا، مدينة قامشلو اللي نحن عم نقوم فيها. Is there another one from the audience that have some question? I think we have heard that sometime. ستكون هناك مؤتمرات على نفس المنوال وبأعداد، ونتمنى أن تكون هذه الأعداد غير متناهية. طبعا نحن نعول أهمية كبيرة على عقد هذا المؤتمر لما نتوقع أن يعود إليه بالفائدة لأطبائنا، والفائدة طبعا تكون مشمولة للمجتمع ولمرضانا. نعطي حالات خثرة ونخص عن الحالة، وفي عنا مركز فيه. نتمنى أنه بالمستقبل يكون عدد المحاضرين جيد، حتى أن يكونوا من خارج روج آبا، يعني من جميع المدن السورية ومن خارج البلاد، حتى نكون أو يكون الموضوع متكاملا ونصل إلى معلومات الحديثة جدا اللي توصلها العلم. لشرط مرجع قتل عمدة وقت استيقظت روسيا بافور ورشرات سوريا. حكينا اليوم عن القسطرة والأمراض القلب، لكن في عندنا لسه جراحة القلب كيف بتعمل، وكيف الأمراض البقية ومعالجتهم بشكل واسع يتطلب منا جهد كبير ووقت إضافي. القطاع الصحي في المنطقة خاصة القلبية ضعيف، يعتبر ضعيف. مركز وحيد في منطقة شرق وشمال الفرات، وحيد يخدم كل هالناس صعب كثير. بدنا أكثر من مركز عايز يكون قريب ويقوم الحالات الإسعافية ونخدم المنطقة أكثر.